عودناكم أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع من العاصمة الحبيبة عمان، ومعنا الآن سعادة الشيخ المعروف الأردني السيد أحمد أبو حيدر. بالبداية سعادتك، أسعد الله أوقاتك يا سيدي. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء إحنا إن شاء الله سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج يا سيدي، وإحنا سعيدين. برنامج رجالات حول الملك يا سيدي. يا سيدي وإحنا كنا فداء للملك، وإحنا فداء للوطن والملك. الله يطول عمرك. بالبداية نعرج عن الشيخ، يعني أكيد هناك مكان ترعرع فيه الشيخ، هناك مكان نشأ فيه الشيخ، يعني والله يعني البدايات كيف كانت يا سيدي؟ والله يا سيدي إحنا نشأنا في هذه البلد وفي أم السماك بالذات يعني. نعم. ونشأنا في شغلنا الحر الحمد لله. وأكيد أنتم من حملتم أكيد في الزاوية الثقيل في عهد المغفور له بإذن الله طيب الله فراء الحسين بن طلال. والله يعني وردنا نتحدث عن المملكة الأردنية الهاشمية وعن تأسيس هذه الدولة سيدي، وعن مكارم الحسين بن طلال سيدي. يا سيدي يا سيدي إحنا منذ تأسست الدولة الهاشمية ونحن في رغد وعيش كريم الحمد لله بوجودهم، لأنهم هم يجول الأردن مشان شعبهم الكريم. صحيح. ولم يزال احنا تحت ظل الرايه الهاشميه بعهد الملك عبد الله الثاني. نعم. وولي عهده الميمون. نعم. ونحن نتمنى لهم الخير، واحنا كنا ولاء لهم. نعم. وفداء لهم. سيدي نتكلم شوي عن القضاء العشائري وعن اهميه القضاء العشائري في المملكه الاردنيه الهاشميه سيدي. والله كل قضيه لها اصولها. نعم. وفي ناس افهم منا في هالشغلات هذه، بس احنا الحمد لله يعني ملمين فيها. هل بالمشاكل سيدي في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 كيف تعايشتم مع هذه الجائحة سيدي؟ والله تعايشنا بالصدق، يعني احنا نتكلف ونروح، انا وزميل الي ابو خلدون نعيمات كمان، ونروح ونجي. حد امبارح رحنا على الكرك. على ديوان آل الجعافرة امبارح لشغلة بسيطة، كان مشاجرة بين اولاد بعضهم، واحد من نعيمات وواحد من امبارح ما قصروا اكرمونا واصلحنا وروحنا الحمد لله، يعني وديا وعشائريا. ونعم وديا وعشائريا. نعم. يعني القانون يطول، اما اذا ما لقيت تنازل من الطرفين. نعم. ما في ود سيدي. في الاونه الاخيره كثره الاشاعات، وفي ظل هذه عصر التكنولوجيا يعني في ظل هذه الظروف، وهناك الاشاعات الممنهجه والمموله ومدفوعه الثمن ايضا، يعني رسالتك للشباب سيد، وانتم اكيد اهل الحكم والحنكه ايضا، يعني يا سيدي والله انا وديت برقيه انه نحن كل من يخرج عن القانون مستنكرينه، وإحنا تحضر للقانون، والقانون هو سيادة العدل. نعم. وهذا اللي نعرفه. إحنا نوجه رسالة إنه إحنا الحمد لله في أمان وأمان وعش. إحنا القاعدة هذه ما نقعدها في دول مجاورة ولا نقدر نروح عليها. نعم. ونحن الآن والله بخير الحمد لله تحت ظل الله. ورسالتك للشباب أن يلتفوا حول القيادة الحكومية إن شاء الله. أنا والله أتمنى من الله إن كنا نلتف حول القيادة. نعم. والقيادة ما نلقى أحسن منها، وليس هم دواميين، هم ناس طيبين، وهم اللي بيسيء لهم يحسنوا له أبدا دائما. كل واحد يسيء للعائلة الهاشمية بيحسنوا له ويقولوا له مع السلامة. نعم. ما عمرهم برشوا فيه. نعم. يعني سعادة الشيخ الأردني أحمد أبو حيدر، يعني برامجك اليومية سيدي عمالك بالتمرين، نعرج عن النقابة وكونك نقيب إلى من 81 كنقيب أصحاب السيارات. والله يا سيدي نتكلم عن هذا الموضوع سيدي. والله أنا برامج اليومية الصبح نروح على النقابة، شو مطالب الشباب، شو مطالبهم. نعم. نزور الهيئة، نزور الوزارة، نزور النقل، نزور الرئاسة، نكتب كتب رسمية بنودي لهم. ونحن والله من 81 لليوم في هذه النقابة، كنت أنا نائب للنقيب ورحمه الله توفى الحاج عبد الله القيسي، وبعدي أنا صار لي 6 دورات ما شاء الله، 6 دورات في النقابة وكملنا بعدي. نعم. ولكن يا سيدي هسه ضيقت علينا الظروف وضيقت علينا المواصفات وضيقت علينا، ما بدي أقول لك يعني كل منشأة أصغر، هي عندي منشأة أنا ومنشأة في الزرقاء، هي أنا وقفت عمال في الزرقاء ووقفت عمال عمان 6 عمال، هذول برقبة مين؟ هذول برقبة المواصفات، لأنهم هم كتبوا أنه لازم يسحبوا المندوب من عندنا بعد 40 سنة. نعم. بعد 40 سنة. يعني ما هو الحلول برأيك يعني في ظل هذه الظروف، وأيضا يعني قطاع النقل مهم جدا أيضا وأصحاب السيارات، يعني وأنت لك باع طويل هذه الخبرات المتراكمة، يعني في مشاكل معوقات سيدي، ملاحظات أو رسالة حابة توجهها في هذا الموضوع؟ والله يا سيدي إحنا معوقاتنا أنه شغلنا إحنا في السفريات الخارجية صار لنا 1.5 سنة، والساحة جابوها على التلفزيون مع المملكة مع الوزير، 1.5 سنة لم يشتغلوا، هذول 400-500 سيارة جمس، هذول لازم يجدوا لهم حل الدولة.
وهسا كان يسأل ويقول لك يعني حل. هم ودوا كتاب من الهيئة للوزير، والوزير ودى إلى الخارجية، والخارجية تخاطب السعودية، لكن لم يزال ما استجابوا. وخاصة العمر التشغيلي، بدهم العمر التشغيلي 5 سنوات، وأنا مرخص سيارتي إلى 9 إلى 10 لكذا. هسا يعني إذا بعت سيارتي كمان ما بتجيب سيارة حتى بتكون أقل عمر، 5 سيارات. في دعم الحكومة سيد بكل صراحة؟ يعني ما في. إحنا طلبنا صندوق لدعم النقل، ما صار، لم يزال. نعم سيدي، يعني أول شيء إحنا إن شاء الله سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج، إن شاء الله رسالتك إنها تصل عبر الفضائية وبرنامج رجال حول الملك. هل من رسالة عامية حاب توجهها لمن شئت؟ حاب توجه رسالة سيدي، أو لو قدر لك أيضا في ظل هذه الظروف لو التقيت في صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظ الله ورعاه، ما هي الكلمات الطيبة التي تود أن تقوله له سيدي؟ والله أنا إذا إن شاء الله دائما ما بقصة، دائما نشوف صورنا معه، إحنا نلتقي إحنا وياه ونحكي له اللي عندنا، والحمد لله إحنا نقول الله يطول عمره ويديم معها المملكة. وأنا بتوجه للمملكة الأردنية الهاشمية كلها إنهم يقفوا تحت ظل جلالة سيدنا. نعم الله يحمي هذه البلاد سيدي قيادة وجيشا وشعبا، ويحفظ خطوطنا الدفاع الأول والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات. نرفع أولادنا والله، أولادنا كلهم أولادنا هذول. نعم. الأمن والأمن مين بدنا نجيب؟ مش مستوردين، هذول أهل البلد وأولادنا. أحسنت. والحمد لله. أحسنت. هل من كلمة أخيرة سيدي حاب توجهها عبر الفضائية؟ لا خلاص ما ظل شيء. يعطيك ألف عافية، ونشكركم أعزائي المشاهدين على حسن هذه المتابعة، وإلى اللقاء بكم مجددا. يعطيك ألف عافية إن شاء الله. على هلا، شكرا لكم.